إن شاء الله في فيديو النهاردة هننفذ ونطبق مع بعض خطوات تسطيب ويندوز 8. طبعا هنكون حرقين ويندوز 8 على الفلاشة بتاعتنا. دلوقتي هنروح نراستر الجهاز بتاعنا. هيبدأ الجهاز معانا يفتح. هنضغط على زرار اسكيب من الكيبورد. طبعا زرار اسكيب في الكيبورد هو اول زرار فوق ناحية الشمال، هنضغط عليه ضغطة واحدة كده. هنا هتفتح معانا الشاشة بالطريقة دي. هنا بيقول لي ستارت اب منيو، وعلشان ندخل لوضع خيارات البوت هنضغط على F9. طبعا علشان الجهاز HP، طبعا بتختلف من جهاز لجهاز. ان شاء الله هسيب لكم في وصف الفيديو معظم الاوامر الخاصة بمعظم الاجهزة زي سامسونج و HP وديل ولينوفو. هنكتب الكلام ده كله ان شاء الله، وهنكون مغطيين معظم الاجهزة في وصف الفيديو بامر الله. فان شاء الله دلوقتي هنضغط مع بعض على F9 علشان ندخل لوضع البوت مع بعض. هضغط مع بعض على F9. هندخل بعد كده على البوت مانجر. هننزل بالكيبورد ونقف على الفلاشة بتاعتنا اللي احنا حرقنا عليها ويندوز 8. هننزل بالسهم كده ونتأكد ان احنا واقفين على الفلاشة بتاعتنا، وهنضغط على زرار الانتر من الكيبورد. هتبدأ معانا النسخة في عملية التحميل. هنستنى لغاية لما تقرأ معانا عملية تحميل النسخة. هنا بتتم عملية القراءة للنسخة اهي. تمت عملية القراءة للنسخة. هتفتح بعد كده معانا صفحة ويندوز سيت اب، اعدادات تثبيت وتسطيب الويندوز. عندنا هنا اول خيار Language to Install، دي اللغة اللي احنا اخترناها واحنا بننزل النسخة الويندوز من موقع مايكروسوفت. طبعا دي اللغة الانجليزية اللي احنا حددناها. احنا حددنا ان احنا عاوزين النسخة بتاعتنا باللغة الانجليزية. انت كمان لو انت حابب ان انت تخلي النسخة بتاعتك للغة العربية، لازم تتأكد وانت بتحمل النسخة بتاعتك لازم تختار اللغة العربية. هنا هتلاقي القوائم بتاعتك والاعدادات بتاعتك اللغة العربية. واحذر كويس جدا، عندنا هنا لو جينا فتحنا الخيارات مش هنلاقي الا اللغة الانجليزية بس، عشان احنا حددناها اثناء عملية الداونلود للويندوز. فانت لو حابب اللغة العربية الخاصة بالنسخة بتاعتك وتكون مغطية الاعدادات بتاعتك والقوائم جوه النسخة، لازم تحدد اثناء عملية الداونلود للنسخة. هنا عندنا التايم هنسيبه باللغة الانجليزية بردك، وعندنا جميع الخيارات هنا هنخليها زي ما هي. وهنيجي نضغط على نيكست. بعد كده عندنا هنا ريبير يور كمبيوتر، ودي مسؤولة وخاصة على لو انا منزل ويندوز 8 اوريدي على الجهاز وكان فيه مشاكل واخطاء ولاجات او في نقص في الملفات. باجي بضغط على ريبير يور كمبيوتر، بيتم عملية معالجة الاخطاء والملفات الناقصة دي. باجي بضغط عليها بتعالج لي جميع المشاكل. طبعا احنا مش محتاجين الاوبشن ده، احنا على طول هنيجي نضغط على انستول. عايزين ننزل نسخة ويندوز جديدة على البارتيشن عندنا، فهنيجي نضغط على انستول ناو كليك. هنا بيقول لي سيت اب از ستارتنج، هتبدأ عملية تجهيز بدء تسطيب الويندوز. هندخل بعد كده على صفحة Activate Windows، ودي صفحة تفعيل وتنشيط الويندوز. هنا بنكتب مفتاح الترخيص الخاص بالويندوز بتاعنا، وبنيجي نضغط بعد كده على Next. هنا انا كتبت مفتاح الترخيص الخاص بالنسخة. هنيجي دلوقتي نضغط مع بعض على Next. هتفتح معانا بعد كده صفحة الموافقة على الترخيص. هنيجي عند المربع ده ونعلم عليه كده، ونيجي نضغط على نيكس. هنا بتفتح معانا الصفحة. هنا بيقول لي انت عاوز تنزل النسخة بتاعتك بأني طريقة. هنا عندنا الابجريد، لو انا كنت منزل اوريدي ويندوز 8 على الجهاز بتاعي وعايز اعمل له تحديث للملفات بتاعته. هنا لو النسخة الفيرجن بتاعها اصدار قديم، هيبدأ يعمل عملية ريبليس للملفات، وهيعمل عملية استبدال ليها وينزل لي الملفات الاحدث. طبعا مع حفظ الملفات بتاعتي اللي موجودة على الجهاز مش هفقد فيها اي حاجة. هنا طبعا ده اول اختيار بيعمل بس تحديث للملفات الويندوز بتاعت النسخة. هنا عندنا تاني خيار كاستوم. هنا كاستوم ده انا بحدد بارتيشن معين انا عاوز انزل عليه ويندوز 8. فهنيجي نختار تاني خيار، نضغط عليه كده.
هتبدأ تفتح معانا الواجهة بالطريقة دي. هنا عندنا أول بارتيشن وده التاني وده تالت بارتيشن، عندنا تلات بارتيشنات. طبعا الأول ده خاص بملفات النظام 100 ميجا. هنيجي عند بارتيشن السي ونتأكد إن احنا واقفين عليه كويس جدا، نيجي نضغط عليه على ديليت. هنا بيقول لي رسالة تحذيرية إن أنا هفقد الملفات بتاعتي اللي موجودة على البارتيشن ده، فنتأكد كويس جدا يا جماعة إن احنا واقفين على البارتيشن اللي احنا هننزل عليه نسخة الويندوز عشان ما نفقدش أي ملفات، وأجي بعد كده أضغط على أوكي. هنا دلت البارتيشن، هنا هاجي بردك وأقف على ملفات النظام الخاصة بالويندوز اللي فات، وهاجي بضغط على ديليت وهنا بضغط أوكي. هنا بيتم دمجها على طول مع بارتيشن السي. هاجي بعد كده مباشرة واضغط على نيكست. هنا بيتم عملية نقل وتثبيت الويندوز، اهي بيتم عملية النقل، هننتظر هنا اهو. هنا 0% هيبدأ العداد دلوقتي يعد في عملية نقل وتثبيت ملفات الويندوز على الجهاز. هنا 1% اهو، 2%. طبعا انا مش عايز اطول معاكم وقت الفيديو، فهرجع لكم بعد اكتمال عملية نقل وتثبيت الملفات على الجهاز. ورجعنا لكم، هنا تمت عملية نقل وتثبيت ملفات الويندوز، وصلنا ل 96% من نقل الملفات. خلاص فاضل حاجات بسيطة جدا وعملية نقل وتثبيت الويندوز خلاص بتتم على الاكتمال. هنا خلاص تمت عملية نقل وتثبيت ملفات الويندوز. هيبدأ الجهاز اوتوماتيك يعمل عملية ريستارت بدون تدخل مننا. هنا بدأ الجهاز في عملية الفتح تاني اوتوماتيك.
هنا تمت عملية الرسترة للويندوز تاني بدون تدخل مننا. هتفتح بعد كده معانا الصفحة بالطريقة دي. هنا بيقول لي اختار وحدد لون انت بتحبه، واختار وحدد اسم للجهاز بتاعك. لو جينا هنا مسكنا السهم ومشينا الناحية دي كده، هنلاقي ان الالوان بتغير معانا. لو جينا وقفنا هنا كده اهو اخضر، لو جينا هنا وقفنا هيبقى يدينا لون احمر. حسب ما بنقف ونحدد بيدينا معانا اللون اللي احنا بنختاره. هنيجي نختار مثلا اللون البرتقاني او الاصفر ده كده، وهنيجي نكتب هنا اسم للجهاز بتاعنا. هنا كتبنا اسم الجهاز بتاعنا محمد جمال. طبعا ما نقدرش ناخد ولا مسافة ولا نكتب اي رموز، هنروح على طول بعد كده نضغط على نيكست. هنا بيقول لي اختار وحدد شبكة الانترنت الخاصة بيك. هنا هنيجي نضغط على سكيب ذيس ستيب، نقف عليها ونضغط كليك. هتفتح بعد كده معانا الصفحة بالطريقة دي. هاجي واضغط على يوز اكسبريس سيتنجز، هندخل بعد كده للصفحة اللي بعدها. هنا بيقول لي اكتب اسم للمستخدم بتاعك وباسورد. هنا كتبنا الاسم بتاعنا، وهنا نقدر ناخد مسافات، وهنا كتبنا الباسورد بتاعنا وكررناه تاني، وهنا بنكتب رمز او رقم من ضمن الباسورد يذكرنا بأي حاجة خاصة بالباسورد عشان نفتكرها، ونيجي نضغط بعد كده على طول على فينيش. هنا بيقول لي هاي، هنا بتبدأ عملية اكتمال والانتهاء من عملية تسطيب وتثبيت الويندوز على الجهاز. هننتظر. هنا تم الانتهاء من عملية تسطيب وتثبيت ويندوز 8 على الجهاز. لو الفيديو فادك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه. وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.